أهلا بكم مشاهدينا في برنامج اتجاهات الصحافة، ونتابع في عناوين اليوم. التوافق الليبي، دعوات لتوسيع دائرة الحوار. الأزمة الليبية وتأثيرات خلاف الجيران. الإعلام المحلي بين الصعوبات ومحاولات التجديد. وللحديث في هذه الموضوعات معنا عبر سكايب من مصر الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. السلام عليكم مرحبتين أستاذ علي والسادة المشاهدين. وعليكم السلام. يشدد البعض على أهمية توسيع دائرة الحوار الليبي لتشمل الجميع، وسط دعوات للممثل الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى عدم تغييب أي من الأطراف الليبية لضمان إطلاق حوار وطني حقيقي. من جهة أخرى، يؤكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عزمه العمل بحزم وحكمة لتحقيق السلام والأمن في البلاد. ذكرت وكالة قدس بريس للأنباء أن عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي أكد أن رحيل المؤتمر الوطني العام في طرابلس والبرلمان في طبرق هو مدخل الحل السياسي في ليبيا وخطوة أولى نحو الانتخابات باعتبارها جزءا من مسار انتقالي متكامل لتأسيس الدولة الليبية الحديثة. ووجه الصلابي في تصريحات لقدس بريس رسالة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، دعاه فيها إلى عدم استثناء أي من الأطراف الليبية في العملية السياسية، وقال لا بد أن يكون الحل السياسي في ليبيا توافقيا وأن لا يتم تغييب القوى الحقيقية على الأرض، سواء تعلق الأمر بقوات فجر ليبيا أو بمجلس شورى درنا أو مجلس شورى بنغازي أو من يمثل قوات الكرامة أو زعماء القبائل الذين يحظون باحترام كبير لدى الشعب الليبي وقادة الرأي العام وكذلك دار الإفتاء والعقلاء والوطنيين من أتباع النظام السابق، بحيث يكون حوارا وطنيا حقيقيا. وأكد الصلابي أن أي حكومة منبثقة عن الأجسام الهزيلة لن تأتي إلا بجسم هزيل، وقال ليبيا في أمس الحاجة إلى مؤتمر سلام حقيقي يجمع كل الشرائح وألوان الطيف الليبي المؤثرة ولا يستبعد أحدا، بحيث ينتخب كل طرف من يمثله في الحوار. أما الاعتماد على الشخصيات التي أتى بها المبعوث الدولي السابق برناردينو ليون إلى المشهد فقط من دون توسيع دائرة المشاركة فهي ضياع للوقت والجهد على حساب الشعب الليبي واقتصاده وأمنه على حد تعبيره. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في بيان تم نشره على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يود العمل بعزم وبحزم وحكمة للبناء يدا بيد مع الليبيين لتحقيق السلام والأمن والازدهار الذين يستحقهم الشعب. وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن كوبلر خلال زيارته الأولى إلى ليبيا شدد على ضرورة التوقيع بشكل عاجل على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة التوافق الوطني. وأوضح البيان أن كوبلر التقى مع المحاورين الليبيين في طبرق وطرابلس على مدار يومي 21 و22 من نوفمبر الماضيين، حيث استبشر خيرا بالمناقشات البناءة ووعد بتكثيف الجهود لتحقيق السلام في ليبيا. سيد أبو بكر مصطفى، بداية وكالة قدس بريس نقلت عن الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي تأكيده أن رحيل المؤتمر الوطني ومجلس النواب هو مدخل الحل السياسي في ليبيا. في رأيك إلى أي مدى يعد خروج هذه الأطراف من المشهد مساندا لحل الأزمة الليبية؟ يعني هل خروجها من المشهد أفضل من اتفاقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني عندما تحدث عن أطراف الصراع في ليبيا، أظن أنه وصف بشكل دقيق هذه الأطراف متمثلة في العمليات فجر ليبيا والكرامة، ثم الأطراف الأخرى مجالس الشورى الثوار ودار الإفتاء. هذه أطراف حقيقية وموجودة على الأرض. ماذا يمثل المؤتمر والبرلمان؟ هما يمثلان الأغذية الشرعية لكل هذه الأجسام. فإذا أزيح الغطاء الشرعي، أظن أن هذه
سوف يصعب توصيف من هي فجر ليبيا، يعني عربو فجر ليبيا الآن يقولون أنها عملية قتالية وليست تنظيم. إذا هل سيحاور عملية قتالية أو ستدخل عملية قتالية في حوار سياسي؟ الأمر ينطبق أيضا على الكرامة، يعني كل هؤلاء يتخذون من المؤتمر البرلمان غطاء شرعي لها. أظن أن الصلابي تحدث عن الشمال الليبي وتجاوز بشكل كامل الجنوب إلا في إشارته إلى زعماء القبائل. نعم أيضا خط سرت، لا أدري إن كان سوف يحسب تنظيم الدولة كعبء أم سيحسبه كطرف محاور. بغض النظر عن تنظيم الدولة، أهل سرت أظن أنهم أصبحوا طرف أساسي ومهم في الحوار الليبي، حتى لا تتحول المدينة إلى حاضنة للتنظيم المتطرف والذي يبدو أنه مرفوض من قبل نعم طيب سيد أبو بكر، لنفترض أنه جرى اتخاذ بديل عنها، ما السيناريو الأقرب في رأيك؟ والصلابي في تصريحاته تحدث عن انتخابات يمكن أن يختار فيها كل شخص ممثله في الحوار حسب رأيه. لو أرادت البعثة الأممية وتحديدا المبعوث الأممي الجديد أن يواصل على خطى سابقه، وهو كذلك يعني خطواته العملية الآن تؤكد ذلك. هو أتى مال آخر، جاء بمسودة اليون وطرحها من جديد مع إدخال بعض التعديلات، وذهب إلى الأطراف الرئيسية في الحوار. إذا هو اتخذ خطوة متقدمة جدا عما يقوله السيد الصلابي. أظن أن ما تحدث عنه الصلابي هو بديل لو فشل كوبلر، أو هو ما بعد حكومة التوافق التي سوف يطرحها كوبلر، أو هو طرحها بالفعل وحدد حتى مكانها وحدد الكثير من الخطوات العملية التي سوف تثمر الأيام القادمة. إذا البديل عن كوبلر هو ما طرحه الصلابي، أما لو استمر كوبلر أظن أن ما قاله الصلابي قد فات أوانه. نعم طيب الصلابي دعا أيضا في طرحه إلى عدم استثناء أي من الأطراف في العملية السياسية، سواء فجر ليبيا أو شورى درنا وبنغازي أو الكرامة وزعماء القبائل. هل اعتمدت البعثة في وسطتها على ذلك فعلا في رأيك؟ البعثة لم تتواصل مع هذه الأطراف، تواصلت فقط مع المؤتمر البرلمان. المبعوث الأممي زار مصراتة يوم الأحد وذهب إلى إيطاليا. هو أظن أنه حدد أطرافا اعتبرها فاعلة وهي من قام بزيارتها، أما مجلس شورى توار بنغازي تحديدا، مجلس شورى درنا، هذه لم يتواصل معه، ولا فجر ليبيا ولا الكرامة، يعني الأطراف القتالية أو المقاتلين لم يتواصل معهم بتاتا، إنما ذهب إلى الأطراف السياسية. وأظن أن المسودة اعتمد على لقاءاته هذه القليلة، اعتمد فيها لتعديل اعتمد عليها عفوا لتعديل مسودته. نعم طيب كوبلر عند زيارته الأولى إلى طبرق وطرابلس كان متفائلا وأعرب عن عزمه التعاون مع الجميع، هل يعكس هذا التفاؤل مواقف الأطراف من إنهاء الصراع في رأيك؟ الأطراف لم تتفاعل، أطراف كمؤتمر برلمان أتكلم، لم تتفاعل بتاتا مع التصريحات الدبلوماسية للسيد كوبلر. هو أيضا لم يتحدث عن يعني في خطواته العملية، لم يهتم كثيرا للتصريحات الدبلوماسية التي ألقاها هو نفسه. هو جاء بمسودته وطرحها، أما التصريحات فهي الاستهلاك الإعلامي لا أكثر. نعم نذهب إلى المحور الثاني، ابقوا معنا. في الوقت الذي تعرب فيه دول الجوار الليبي عربيا وإقليميا عن دعمها للحل السياسي برعاية أممية، يشير البعض إلى وجود خلافات بينهم فيما يخص الأزمة الراهنة والتي تحركها في كثير من الأحيان الضغوط الخارجية، فيما يظن البعض أن الوساطات واللقاءات التي تدعو لها هذه الدول لن تأتي بمردود يذكر، لاسيما أنها تعاني من عجز عن إيجاد حلول لمجتمعاتها لأسباب بعضها يتطابق وأخرى أنتجت الأزمة في ليبيا وفقا للمراقبين. ذكر الكاتب الصحفي الجزائري خالد عمر بن جدة في مقال نشرته صحيفة العرب اللندنية أن الأسباب المؤسسة للخلافات بين القاهرة والجزائر حول الأزمة الليبية تختفي وتظهر حسب التقارب في السياسة بين البلدين،
وأيضا حسب الضغوط الخارجية. وأضاف الكاتب أنه في ظل واقع عربي متأزم وتداعيات لصراع داخلي بعد الانتفاضات المتتالية في الدول العربية وانشغال دول الجوار بقضاياها الداخلية، لم يعد متوقعا مشاركة مصرية أو جزائرية في حل الأزمة الليبية أو حتى البحث عن حل مشترك بين الدولتين. وأضاف الكاتب الجزائري: بعيدا عن المجاملات المتبادلة ضمن خطاب دبلوماسي كلاسيكي تجاوزه الزمن، يصر على استقلالية الموقف السياسي، مع أن الوقائع تؤكد عكس ذلك، حيث التدخل على نطاق واسع في السياستين الداخلية والخارجية للدولتين، فإن القاهرة والجزائر مختلفتان حول ليبيا وليس من أجلها. وذكر الكاتب أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن إحدى الدول الأجنبية الكبرى نصحت بتقسيم الملف الليبي بين الطرفين الجزائري والمصري، تتولى بموجبه الجزائر الشق الأمني وتتولى مصر الشق السياسي، غير أنه لم يتم الالتزام بذلك من الطرف المصري، وذلك حين قامت القاهرة بالتنسيق مع بعض شيوخ القبائل وسجلت حضورها أمنيا على الأراضي الليبية، وبذلك تداخلت المهام بين الطرفين ما حال دون مشاركة إيجابية للدولتين وأثر سلبا في الوضع في ليبيا. ذكر موقع البوابة نيوز الإلكتروني أن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أكد أن الجامعة ستتواصل مع مبعوث الأممي الجديد بشأن ليبيا مارتن كوبلر، لافتا إلى أن الأمين العام للجامعة رحب بتعيين المبعوث الجديد عقب توليه مهام منصبه مؤخرا. وأعرب بن حلي في تصريح صحفي عن استعداد الجامعة العربية لمواصلة التعاون والتنسيق لمساعدته في إنجاح مهمته الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستشارك في الاجتماع الذي ستستضيفه الجزائر لدول الجوار الليبي في بداية الشهر المقبل لطرح رؤيتها بشأن سبل إنهاء الأزمة. أبدأ معك سيد أبو بكر المحور الثاني. الكاتب الصحفي خالد عمر أشار إلى الخلافات بين القاهرة والجزائر حول الأزمة الليبية التي تختفي وتظهر حسب التقارب في السياسة بينهما والضغوط الخارجية. ما حجم الخلاف المصري الجزائري في رأيك، والذي أشار الكاتب إلى أنه على ليبيا وليس من أجلها؟ نعم، أظن أنها أدق جملة تحدث عنها الكاتب، الخلاف حول ليبيا وليس من أجلها، والخلاف جوهري ليس خلاف في 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 بعض التفاصيل. مصر تسعى الى حل ازمتها، وهي تمر بازمه قد تكون اعقد من الازمه الليبيه، تريد ان تحل ازمتها على حساب جارتها. مصر تعاني من ازمه امنيه تحاول ان تصدرها للخارج، تعاني من ازمه اقتصاديه تريد ان تحلها عن طريق ليبيا، تعاني من ازمه سياسيه، يعني لا يخفى الوضع المصري. الجزائر ترفض دخول مصر في ليبيا، ليس للجزائر الآن أطماع داخل ليبيا، لكن هي على الأقل لا تدخل مصر، بالتالي الجزائر لا مصلحة لها كثيرة في للدخول في الجانب الليبي. وهو كلام ليس يعني كلام تم التصريح به أكثر من مرة، وليس من باب المناكفات الخفية. الآن مصر والجزائر تقفان أو تتخذان موقفا لو تم استغلاله ليبيا سوف تحفظ ليبيا على الأقل استقلالها، يعني لن تتدخل فيها أي من الدولتين. ولا ننسى رأس المثلت وهي إيطاليا، إيطاليا دولة رئيسية قد تكون أهم حتى من مصر والجزائر، ولن يتم شيء بدون موافقة إيطالية حسب ما يبدو، وحسب حتى زيارات كوبلر وحسب التصريحات السابقة وتكليف السيد سيرا للملف الأمني الليبي. كل هذه الأمور تشير إلى أن إيطاليا هي اللاعب الرئيسي الأول قبل مصر وقبل الجزائر. نعم سيد أبو بكر، هذا الخلاف كيف انعكس على الأزمة في الداخل، لسيما أن هناك من تحدث عن تقسيم الملف الليبي على أن تتولى الجزائر الشق الأمني ومصر الملف السياسي، وهذا ما رفضته الأخيرة أو لم تلتزم به وفقا للمقال؟ ما حدث في اجتماعات دول جوار ليبيا أن تم الاتفاق على هذه التفاصيل. طبعا دول جوار ليبيا الدولتين القويتين حتى الآن هما الجزائر بالدرجة الأولى، ثم مصر دولة مصر قوية بسياستها وبأدراعها التي تعمل بها، أما هي
تعاني من بعض المشاكل. عموما هاتين الدولتين هما من كلفتا بالملف السياسي والأمني في ليبيا، فيما وقفت تونس والنيجر وتشاد والسودان في موقف الداعم والمساند أو من يوفر الغطاء لهذه التدخلات. الآن يعني هذا على الصعيد الرسمي، أما ما يجري خلف الكواليس أو بشكل غير رسمي على الأقل، أن عملية كرامة تستمد قوتها من مصر بشكل شبه معلن. فجر ليبيا أو عملية فجر ليبيا تستمد دعما سياسيا قويا من الجزائر، قد يكون هناك دعم من نوع آخر غير ظاهر. فيعني واضح لو لم تتفق الجزائر ومصر أو تنسحبا من المشهد فلن يكون هناك حل في ليبيا يرضي جميع الأطراف، بالإضافة إلى التدخلات الأخرى. لأن أقول أن مصر والجزائر هما اللاعبان. نعم سيد أبو بكر، بالحديث عن الجامعة العربية ومشاركتها في اجتماع الجزائر القادم، كيف تقيم مواقفها من الأزمة الحالية؟ يعني هل من الممكن أن تسهم مشاركتها في تقريب وجهات النظر بين جارات ليبيا؟ يعني الجامعة العربية كثيرا ما كانت توصف بأنها ذراع السياسة الخارجية المصرية، وهو توصيف إلى حد بعيد صحيح. يعني الجامعة العربية لا يمكنها أن تخرج عن طوع السياسة المصرية، خاصة أن يعني كل الظروف، يعني الجامعة العربية هي وزارة الخارجية المصرية الثانية، وسوف تدعم الموقف المصري إلا في حالة ظروف استثنائية هي غير متوفرة الآن. إذا أرادت الدول القوية في الجامعة العربية، السعودية، دول الخليج القوية في سياستها وفي قوة اقتصادها، ووافقتهم الجزائر، سوف تحل المشكلة. طبعا مصر من نافع القول أنها الجامعة العربية هي مرادفة لمصر. نعم إذا رفضت الجزائر، أظن أن الجامعة العربية لن تتمكن من فعل الكثير لليبيا. واضح. نعم ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. في ظل ما تشهده البلاد من صعوبات تواجه عمل الصحف ووسائل الإعلام ميدانيا، تظهر مع فقدان الثقة في عمل الصحفيين المحليين محاولات لإعادة الحياة في مهنة الصحافة مدعومة من مؤسسات دولية، والتي تقر من جهتها بصعوبة المهمة في بلد يعاني من صراعات سياسية وانفلات أمني. تطرق الصحفي بيتر هيل في تعليق نشر على الموقع الألماني دوتشي فيلا إلى وضع الإعلام في ليبيا وتأثير الأوضاع الداخلية هناك على الإعلاميين بصفة عامة، مشيرا إلى كون تردي الوضع الأمني دفع الصحفيين الأجانب إلى الفرار، علاوة على أن الصحفيين الليبيين مراقبون أو فقدوا المصداقية لدى القراء على حد تعبيره. وأضاف الكاتب الألماني بيتر هيل أنه لإعادة الحياة لمهنة الصحافة وثقة المواطن الليبي في وسيلته الإعلامية، تم تأسيس وكالة أنباء ليبية جديدة، ملقيا الضوء على أهدافها وأهم التحديات التي قد تواجهها. وفي هذا الخصوص يشير الكاتب إلى أن وكالة الأنباء الليبية الجديدة تسعى للقيام بالخطوة الأولى من أجل توفير تغطية إخبارية أفضل من داخل ليبيا وعنها. ونقل عن رئيس تحرير الوكالة طارق الهوني قوله أن الليبيين في حاجة إلى معلومات من ليبيا ومن الليبيين، وهذا أمر ضروري لتحقيق بداية جديدة على درب الديمقراطية. ويوضح الكاتب أن إطلاق الوكالة الليبية الجديدة أشرفت عليه أكاديمية دوتشي فيلا، وهي المنظمة الألمانية الرائدة في تطوير وسائل الإعلام الدولية بتعاون مع المفوضية الأوروبية. وبحسب المفوضية الأوروبية يندرج هذا الدعم ضمن الاستقرار من خلال الهيكلة. وأضاف الكاتب أن الأطراف التي تدعم المشروع الإعلامي في ليبيا واعية بصعوبة المهمة، ما يعبر عنه مارتن هيلبرت منسق أكاديمية دوتشي فيلا في ليبيا بالقول: نحن نؤسس وكالة أنباء في بلد مزقته الحرب، بالإضافة إلى ذلك لا توجد شبكة إنترنت في البلاد، وهو تحدي تحاول وكالة الأنباء الليبية تجاوزه باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويقوم المراسلون بتحميل النصوص عن طريق نظام الحوسبة السحابية. سيد أبو بكر، الصحفي بيتر هيل في تعليقه قال إن تردي الوضع الأمني دفع الصحفيين الأجانب إلى الفرار،
علاوة على أن الصحفيين الليبيين مراقبون أو فقدوا المصداقية لدى القراء. أولا، غياب الصحافة الأجنبية في الشارع كيف أثر في نقل الصورة عن ليبيا في رأيك؟ الصورة في ليبيا الآن تنقل من خارجها وليس من داخلها. أغلب الوكالات موجودة كانت في ليبيا الآن غادرت. الوكالات المهتمة والفضائيات، أقصد وسائل الإعلام بشكل عام المهتمة بالشأن الليبي، أغلبها يشتغل من خارج ليبيا وينقل صورة مشوشة وأحيانا مضللة عن قصد، لا أقول بأخطاء لأنهم خارج المكان، لا، هناك صور تنقل مضللة بقصد، وأظن أن الأمثلة كثيرة ولا داعي للخوض فيها. كيف أثر على الإعلام الليبي الآن؟ عاجز عن العمل. المراسلون الليبيون لوكالات أجنبية يعني تم خطفهم وتم التنكيل بهم، حتى الأجانب الذين دخلوا تم اختطافهم وبعضهم مختفي حتى الآن، ولعل الصحفيين التونسيين هم أشهر الأمثلة وأقربها إلى الأذهان الآن. يعني الصحفي في ليبيا من لم يتم اغتياله جسديا اغتيل معنويا، وقليل من يستطيع المجاهرة بالحقيقة أو بنقل الصورة الحقيقية عن ليبيا. طيب، الفكرة الثانية أستاذ أبو بكر التي تحدث عنها، وهي مصداقية الصحفيين الليبيين التي فقدها القراء في الداخل، من وراءها في رأيك؟ وراء الوضع الأمني المتردي، يعني لدينا في 9 أشهر حوالي 31 حالة خطف لصحفيين، يعني 8 مؤسسات إعلامية تم الاعتداء عليها في 7 مدن ليبية. هذا الموثق، هناك كثير لم يوثق. أنا وأنت من الوسط وندري ما هي الأمور التي تتم داخل المؤسسات ويتم التعتيم عليها أو يتم إغلاق الباب حتى لا تتسع دائرة المشاكل. يعني الآن في شهر نوفمبر فقط أظن أن 6 حالات خطف لإعلاميين، بعضها يعلن عنه والبعض الآخر يتم التعتيم عليه. صحفيين تونسيين لا زال مختفيين، صحفيي برقة. نعم، هذا فيما يخص وضع الصحافة أو الصحفيين في الميدان. كنت قد قصدت في سؤالي عن من وراء فقدان هذه الثقة بين الشارع والصحفي. ليس فقدان الثقة، هو فقدان العمل. الصحفي يعترف بنفسه أنه لا يستطيع العمل في هذه البيئة. الوضع الأمني المتردي لا يستطيع، حتى لو دخل في موقع الحدث والذي هو غالبا موقع عنيف سوف ينقل وفق إحدى الرؤيتين أو لا ينقل، أو سيتعرض هو للتهديد وقد يصيبه مكروه. إذا ليس فقدان ثقة بل هو فقدان المعلومة بالكامل. لهذا الناس اتجهت أكثر إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصارت هي مصدر الخبر في الغالب. واضح. طيب، المؤسسة الألمانية دوتشي فيلا أسست في المدة الأخيرة وكالة أنباء ليبية جديدة، كيف تعلق على مثل هذه الخطوة؟ دوتشي فيلا دخلت ليبيا منذ 2011، في 2012 أنا تابعت أكثر من ورشة عمل، حضرت يعني في عين المكان، كانوا يعدون العدة لانطلاقة جديدة لإعلام ليبي، يعني يسعون بشكل كبير لدعم الإعلام الليبي، وذكروا حتى أرقام دفعت لهم من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل دوتشي فيلا للصرف على بناء الإعلام الليبي بشكل صحيح. يعني لا أدري إن كان ما أثبر الآن هو تلك البذرة التي زرعت في 2011 و2012، أيضا عديد الدورات أنا حضرت بعضها حقيقة، لا أدري إن كان هذه ثمرة تلك البذرة أم أنها أمر آخر. هناك من يربطها بقدوم كوبلر وأن أنه سوف يعتمد على الإعلام في دعمه كونه يعرف تأثير الإعلام في ليبيا، لكن عموما هناك من يدخل بنقد أو يتهجم على هذه الوكالة الجديدة التي لم تنطلق بعد، وأن هناك خلل قانوني وأن هناك تجاوز للقانون الليبي. أظن أن هذا أمر لا يعد. نعم. طيب، في سياق هذا النقد الذي أشرت إليه أستاذ أبو بكر، هذه الوكالة في بداياتها ماذا عليها أن تقوم كي لا تفقد مصداقيتها كالمؤسسات الإعلامية الأخرى باختصار لو سمحت؟ عليها بناء كوادرها أولا، عليها تأهيل الصحفي، العنصر البشري هو الأساس، أظن أنها فعلا قد بدأت به ومنذ السنوات الماضية وليس الآن فقط، هذا هو الأساس. بعد ذلك يأتي والحفاظ على صحفيها حتى لا يتعرضوا للأذى، بعد ذلك سوف تأتي الأمور تباعا ولن يكون الأمر صعبا. نعم. أنا أشكرك ضيفنا
عبر سكايب من مصر. الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى، شكرا جزيلا لك. شكرا. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومحدثكم علي النشوان، في أمان الله.